مشاهدينا صباح الخير وين ما كنتوا عم بتتابعونا، الى اسبوع جديد عم بينطلق ونحن دائما برفقتكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بنرحب فيكم دائما عبر احلى صباح وعبر شاشه تلفزيون لبنان. مواضيع عديده عم نحاول نضلنا نضوي عليها على الرغم من كل الصعوبات اللي عم نعيشها، صعوبات على كل الصعود عم بيعيشها اللبناني بهيدي الفتره، مع ارتفاع سعر الصرف، ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، مع قطع الطرقات المستمر على كل الساحه اللبنانيه، الاحتجاجات اللي عم بتجوب كل البلد، يمكن هي متفرقة يمكن هي صغيرة ببعض المحلات ولكن بتعبر عن وجع كل اللبنانيين اللي ما بيستاهلوا يوصلوا لهذا المحل اللي وصلوا لقاله. طبعا صرخات ما زالت مستمرة، شفنا الأسبوع اللي فات كيف أهالي ضحايا انفجار المرفأ ببيروت أيضا كان عندهم الصرخة الخاصة فيهم، كيف سلموا رسالة إلى الأمم المتحدة، كيف فعلا كل الناس بدها أمل، كل الناس بدها يعني الناس شو بدها؟ الناس بدها تخلص هيدي الأزمة ونرجع نعيش بسلام، إذا قدرنا نرجع نعيش بسلام. إيفلينا صباح الخير. صباح النور جو، أكيد بدوري بصبح كل المشاهدين ومنقولهم أنه صحيح منطلع عليكم بأسبوع جديد وبنهار جديد مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. يعني أكثر من اللي قاله جو يمكن ما بعرف قديش بقدر زيد أو قديش يمكن بمطرح معين الحكي بعد بينفع، ولكن دايما اللي لازم نتحلى فيه يمكن كل يوم هو هالنوع من الإيجابية، نفتش على الأمور الحلوة يمكن بالأمور السيئة حتى بس نقدر نستمر ونتخطى هيدي المحنة اللي عم نقطع فيها جو، لأنه صعب. يعني ما عنا حل تاني إيفلينا للأسف، يعني نحن كلبنانيين اليوم ما عنا حل غير أنه نتمسك بالأمل أنه نقول لا بكرة رح يكون أفضل، على الرغم من أنه كل الدلائل بتشير إلى أنه نحن يمكن رح نروح لمحلات أسوأ، بس بدنا نتأمل. بس لأنه كمان نفسيا يعني صحتنا النفسية اليوم أولوية، وخاصة بارحة النسب يلي شهدناها خاصة يلي على إمبريس يلي هي جمعية بتختص بالانتحار وبالأمراض الصحة النفسية، الحالات عم ترتفع. يمكن صعب نقلكن بظل الأزمات تحلوا بالإيجابية تحلوا بالإيمان، ولكن كل يوم الصبح بس نوعا نقول كتر خير الله، يمكن اللي جاي بعد أحلى، وربنا أكيد ما بيترك حدا. بكل أحوال مع كل هذه الأزمة اللي نحن عم نعيشها، في محل للفرح، في محل للبسمة، تبقى العائلة الصغيرة، تبقى الصحة المنيحة اللي ما زلنا متمتعين فيها على الرغم من أنه في أصحاب وأحباب وقرايب يمكن عم بفارقوا الحياة بفعل فيروس كورونا للأسف. ولكن الصبح خلينا نقول الحمد لله على كتير أشياء بعد عنا إياها ناس تانية، يمكن هي مخبية بالزوايا منلاقيها منقدر نفتش عليها ونلاقيها. أكيد بظل جائحة كورونا مثل ما ذكرت جو يمكن الأمور تلخبطت مش بس بلبنان يمكن عالميا تماما. ولكن بلبنان هيك في رشة إضافية دايما بتكون بالبلد صحيح. ولكن حتى الأعداد بعدها على ارتفاع، عم نسمع كمان خاصة دكتور فراس أبيض اللي دايما بيطلعنا على كل جديد عبر تويتر والتغريدات اللي بحطها، يعني في موجة جديدة يمكن من صحيح. كورونا عم بيطالبوا يمكن بتمديد الإقفال، ما بنعرف صحية أو مدى صحة هيدا الخبر، ولكن واجباتنا ومسؤوليتنا أنه نحن ناخد الإجراءات ننتبه على حالنا حتى على القليلة مثل ما ذكرت جو يمكن هيدي السيركل الصغيرة أو هيدي الدائرة الصغيرة اللي إحنا دايما عم نكون إلى جانبها نكون عم نحميها ونحمي تماماً حالنا تماماً. وقداش مهم نتمتع بالأخلاقيات إذا نحن مصابين بكورونا. للأسف بعض المصابين بكورونا عم بيكملوا حياتهم بطريقة طبيعية، وهون ما بس يعني القانون، يعني في أخلاق لازم تكون نحن عم نتحلى فيها، لأنه مسؤولية يعني اللي احنا قد التانين وما بنعرف كيف معقول هذا الفيروس يتفاعل مع أي شخص تاني صحيح. بكل أحوال كان صدر عن وزارة الصحة يوم مبارح إيفلينا العداد الجديد لكورونا لو سمحت. مزبوط، بآخر 24 ساعة جو لكل المشاهدين سجلت منظمة الصحة العالمية وأعداد PCR 3086 إصابة جديدة، وأكيد في من بيناتهم 46 وفيات، عدد الوفيات وبيتقسموا على 3065 من المقيمين و21 من الوافدين عبر مطار رفيق حريري الدولي. أكيد بنذكر بالخطوط الساخنة اللي هن 1787 للتبليغ إذا حابين تعملوا فحص كورونا أو إذا شاكين بحدا من اللي حواليكم كنتم مختلطين معه أو عنده كورونا، أو حتى للاستفسار أكثر عن اللقاحات على 1214
اكيد كمان جو يعني عم نسمع قديش في شركات خاصه عم بتجيب غير نوع من الفاكسان. هذا الموضوع بيبقى اكيد بايد وزاره الصحه لتقرر. تماما امبارح زملاء بجريده النهار اخذوا اللقاح يعني بمبادره من المؤسسه ومن بعض الجهات الخاصه اللي قريبه من المؤسسه، اخذوا اللقاح الزملاء لانه فعلا هن معرضين يعني مثل كل الاعلاميين معرضين، على امل يتسرع ايضا موضوع اللقاح مش بس لنا نحن كاعلاميين انما ايضا لكل اللبنانيين. هيدي الوتيره البطيئه جدا باللقاح يعني طبعا دون انتقاد اي حدا، ولكن الواقع عم يفرجينا هيدي الوتيره من الخوف تماما زياده بمجتمعات. صحيح، بدل ما نوصل للمناعه الجماعيه بطريقه سريعه عم تكون الخبريه بطيئه. بكل احوال الارقام العالميه ما زالت ايضا الى تزايد. بطبيعه الاحوال الولايات المتحده الامريكيه ما زالت بصداره الدول اللي عندها عدد اصابات كما عدد الوفيات، من بعدها البرازيل، الهند ومجموعه دول اخرى ايضا ما زالت متصدره باعداد اصاباتها كما اعداد وفياتها. طبعا البرازيل تخطت بعدد اصاباتها الهند، يعني الازمه العالميه المستمره. صحيح. اللقاح يعني عم ينفع مع بينفع كمان علامه استفهام حول يعني بعد في اصابات مستمره. نعم، ما قلنا غير انه تنتهي هذه المصيبه بقى ما بعرف اي متى. اكيد بنذكر كل المشاهدين خاصه المسنين يلي تلقوا اللقاح، اللقاح ما بيعني انه مش رح تنعجوا من كورونا تماما. ولكن بيكون يمكن العوارض اقل خطوره من اذا كنت مش عامل الفاكسان. صحيح. على كل نجو كمان في بعض الناس او الشعب بكندا كمان امبارحه نزل على الشارع كمان كان. صحيح. عم يعني متضايق من التشددات يلي فرضتها الدوله، ولكن يمكن اذا دوله مثل كندا قادره تفرض يمكن هالتشددات في بديل يعني بمحل يعني بتتشدد باجراءاتها كندا، ولكن بتعطي بديل للمواطن مش بس المواطن الكندي، لكل المقيمين بكندا. يعني بنعرف نحن قديش عندنا مغتربين لبنانيين بكندا عم بيستفيدوا من هيدي التقديمات، وبنفس الوقت عم بيكونوا اضافه لكندا يعني بوجودهم بهذه الدوله على غرار كل الدول المتقدمة واللي فعلا في قيمة للإنسان فيها. نحن اليوم إذا لا سمح الله، ما بدي أقول لا سمح الله، يمكن على ما يبدو مقبلين على إقفال بمحل من المحلات، وهذا واقع وحقيقة. الناس اللي فعلا يعني عم تشتغل باليومية، التكاسي، سيرفيسات، اللي عندهم بسطات ببيعوا خضرة، ببيعوا أي مواد على هيدي البسطات، اللي عندهم ميني ماركت صغير، طب هول شو بنعمل فيهم؟ كيف بنقول لهم كملوا حياتكم؟ الوضع صعب وما في بديل. وحتى كمان يعني يمكن الجمعيات عم بتقوم بدورة، الدولة أكيد عم بتقوم بدورة، وطبعا يعني مش عم تقصر لأنه هي بدها تقصر، ولكن فعلا هيدي ظروف البلاد اللي احنا عم نعيش فيها. تمام. حتى إيطاليا كمان رح تقدم على إقفال جديد، يعني بعد ما شهدنا السيناريو الإيطالي يعني فعلا المخيف، وتخوفنا من لبنان يكون في سيناريو إيطالي جديد، على أمل مثل ما قلت ننتهي من هيدي الجائحة ويكون. نعم. هيك في شيء عجيب يا جو دخيلك ما بقى فينا لو عندي أنا يا إيفالينا كان من زمان. ايه والله. حلنا موضوع. بكل أحوال إيفالينا اليوم رح يكون معنا مجموعة من الضيوف بلقاءاتنا وفقراتنا، فقرات منوعة مثل ما دايما عودناكم مشاهدينا ضمن لقاءاتنا الحوارية. تنضم لألي مسؤولة العلاقات العامة بالمقاصد ريم رباح لحتى نحكي عن جمعية المقاصد بين التأسيس وال المسيرة. أكيد بتنضم كمان لنا دكتور سمر إسو اختصاصية المناهج الرقمية، وماجدة داغر يلي هي شاعرة وإعلامية وباحثة، والموضوع تنحكي عن منصة العربية الرائدة بعنوان كم كلمة، ويلي عم تطلق مبادرة جديدة لكتابة أغنية رح تحمل عنوان هذا العام. تماما. بكل أحوال يعني أيضا من الموضوع الثقافي مشاهدينا منتابع إلى تراث بيروت ومستضيف رئيس جمعية تراث بيروت دكتور سهال منيمني لحتى نوقف عند كل جديد بعمل الجمعية وبموضوع بطبيعة الأحوال أبنية التراثية بعد انفجار المرفأ بالرابع من آب. ودايما جو لكل المشاهدين هيك أخبار أوقات ما بنعرف إذا بنضحك أو بنبكي يمكن على الشباب يلي عندها هالبوتنشل وهالقدرات يلي قادرة تكون عم تستثمرها بلبنان بوطنها الأم، ولكن للأسف عم بتتم الهجرة، ولكن دايما كمان إنجاز جديد بخلينا هيك نفرح ويكون في عنا كتير من الإيجابية. رح يكون ضيفنا المتزلج إليتو يلي هو متأهل للألعاب الأولمبية الشتوية. صحيح. بالصين عام 2022
20 فعلا انجاز لبناني جديد. تماما، دائما في محلات في هيك ضوء بيبقى، على الرغم من كل العتمه بيبقى في ضوء لحتى نقدر نكمل هيدي المسيره، نكمل هيدي الحياه. صحيح. وبكل هيدي الازمه اللي عم بتصير اللي عم نشوفها ما زال، يعني اليوم من الصبح ايضا في مجموعه من الشباب اقدموا على قطع مجموعه من الطرقات لحتى فعلا يعبروا عن رايهم. يمكن البعض بيقول انه قطع الطرقات لشو بفيد، لوين رح يوصل، بس في ناس موجوعه يا جماعه، يمكن في اجندات سياسيه بمحلات، بس بنفس الوقت في ناس فعلا موجوعه وما عندها حق رغيف الخبز. الى التحكم المروري لحتى نعرف احوال الطرقات لليوم داخل العاصمه بيروت، بالاضافه لتقطيع بعض الطرقات بالاطراف اللبنانيه. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. ايه يعطيك العافيه. بالنسبه لحركه السير، نعم، حركة ناشطة بالأثناء على المدخل الشمالي لبيروت من جوني باتجاه بيروت، نعم، وأيضا جنوب من خلدي باتجاه أنفاق المطار حركة ناشطة، ومن كوستا برافا باتجاه جناح وضم شوارع العاصمة، نعم، بيشهد السير حركة ناشطة بهالأثناء. نعم. بدي أشير بالنسبة لقطع الطرقات، إعادة فتح السير هلأ بهالأثناء على أتستراد صور صيدا محلة السكسكية قرب جامعة، نعم، فينيسيا. هلأ فتحت الطرقات البعضها مقطوعة، نبع اسمان ببعلبك وساحة عبد الحميد كرامي اللي هي ساحة، نعم، النور بطرابلس بعضهم مقطوعين. نعم. ساعات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة الماضية، 6 حوادث نتج عنهم قتيل و5 جرحى، قتيل من جراء حادث اصطدام بين سيارة دراجة نارية بالعبدي. وخلافات السرعة الزايدة 739 مخالفة سرعة زيادة ضبطوا خلال فترة 24 ساعة الماضية. نعم، هيدا نعم. كل شيء. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات. المؤهل الاول جهاد ابو زكي، طبعا يعطيك الف عافيه انت وكل زملائك بغرفه التحكم المروري، قديش فعلا دقيقين وقديش فعلا يعني اللي بيتابعكم عبر تويتر، ايفرينا اللي بيتابع التحكم المروري عبر تويتر لحظه بلحظه بيكون البوست موجود لحتى الناس تعرف اي طريق مقفل اي طريق مسكر. تماما، وخاصه يعني الحوادث يلي كمان عم بتصير ويلي ما حدا عم بيقصر من كل الجهات المعنيه. ودائما هيك ضمن الفقرات ثابته معنا جو، في عنا فقرات متعدده من الرياضه الطبخ وحتى الفاشن، ولكن دائما البدايه هيك بايجابيه وبطاقه حيويه مع الفتنس كوتش ثائر حسكول. مشاهدينا بنتابع سوا بصبحيتنا لليوم، نحن وياكم مستمرين بمجموعه فقرات دائما تعودتوا عليها عبر احلى صباح. الفقره التاليه رح تاخذنا الى الطقس، احوال الطقس من مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي. بتنضم لنا السيده جوسلين ابو فارس. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي جوسلين. اهلين، يا ريت تعطينا جوله سريعه لو سمحتي. يعني طقسنا نحن بهالكم يوم فينا نعتبره طقس متقلب. نعم. اسبابه كتير، اول شيء هلا هاليومين كتل هوائيه بارده نسبيا رح نتاثر فيها. نعم. بعدين نهار الاربعاء بالمساء رح نتاثر كمان بمنخفض صغير بيؤدي لكمان امطار بين الاربعاء بالمساء. نعم. والخميس. بالتفصيل اليوم طقسنا بالاجمال غائم، عنا ضباب على المرتفعات. نعم. امطار محليه خفيفه بالفتره الصباحيه، هلا يمكن هلا عشوي بتنتهي كليا بكامل. نعم. البلاد عندنا انخفاض بدرجات الحراره على الجبال، بينما الساحل ببدون تعديل. بكره الثلاثه طقسنا مكمل غائم، في ضباب كثيف على المرتفعات بالفتره الصباحيه، انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره على الجبال والداخل، وبتنشط الرياح خاصه مناطق شماليه. خلال الفترة الصباحية كمان احتمال كتير قليل لبعض الأمطار الخفيفة. نعم. 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 أما نهار الأربعاء فبيكون بداية نهار قليل غيوم، بتحول بعد شوي لغائم جزئيا، عندنا بتكثف الغيوم بالفترة بعد ظهر المساء، وبتتساقط الأمطار، أمطار كمان بتكون محلية لأنه بيكون قرب المنخفض، بينما الثلوج بتكون عالية نسبيا. نهار الخميس عندنا انخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع تشكل للضباب، وبتتساقط الأمطار متفرقة مع رياح ناشطة، والثلوج بتتساقط على 1700 متر وما فوق، وبيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتروح من 13 ل 20 درجة فوق جبال، من 9 ل 12، أما بالداخل من 10 ل 16 درجة. الرياح بتكون شمالية غربية الفترة الصباحية، هلأ خلال النهار تتحول لشمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة.
الرؤية متوسطة تسوق على المرتفعات بسبب الضباب. نعم. الرطوبة على الساحل بين 55% و75%. البحر اليوم منخفض لمائج، حرارة سطح الماء 20 درجة، أما الضغط الجوي فبيسجل 1011 هكتوباسكال ما يعادل 758 مليمتر زئبق. ساعة الغروب الشمس بتكون على 5:45 دقيقة. نعم. وساعة شروق الشمس بكرة 5:49 دقيقة. جوستين جوستين يعني تأثر بيها هيك بيكون متقلب. نعم. نعم جوستين أبو فارس، شكرا لك على كل هذه المعطيات والمعلومات. تحية لكل زملائك بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي، دائما مرحب فيكم ومشكورين على كل معلوماتكم عبر شاشة تلفزيون لبنان. مشاهدينا بريك قصير ومنتابع، خليكن معنا. مشاهدينا من جديد لليوم بحييكم، وإن ما كنتوا عم بتتابعونا إلى لقاءاتنا الحوارية اللي حتنطلق لليوم وبتاخدنا إلى جمعية من الجمعيات اللي ترافق اسمها مع اسم بيروت، جمعية فعلا قدرت تكون إلى جانب الناس لفترة طويلة من الزمن. الذكرى 43 بعد المية، 143 سنة على تأسيس جمعية المقاصد. تحية لهذه الجمعية، للعاملين فيها، للمؤسسين، وتحية أيضا لكل المستفيدين من جمعية المقاصد برفقة مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية السيدة ريم رباح. ريم صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أنا مديرة مكتب التنمية والتمويل بجمعية المقاصد. نعم، إذا حضرتك مش مسؤولة العلاقات العامة، مديرية التنمية والتمويل بجمعية والتمويل المقاصد. بجمعية المقاصد. أهلا وسهلا فيك يا ريم، وأهلا وسهلا فيك وبكل أعضاء الجمعية، دائما مرحب فيكم عبر شاشة تلفزيون لبنان. ريم، اليوم الذكرى 143 على تأسيس جمعية المقاصد، بهذه الذكرى مع كل هذه السنوات اللي قطعت على جمعية المقاصد، حضرتكم كقراءة داخلية لتطور الجمعية واستمراريتها، كيف بتطلعوا على هذه النقطة؟ نحن أول شيء بنشكركم على مواكبتنا بإحياء هاي الذكرى 143 على تأسيس جمعية المقاصد. اليوم مثل ما بتعرف الجمعية مرقت بعدة مراحل وبعدة حقبات، آخرها هي الحقبة اللي نحن عم نحتفل فيها اليوم، واللي هي بدأنا بعهد جديد. نحن صار في انتخابات من 3 سنين بجمعية المقاصد برئاسة جديدة. وكانت هالحقبة الجديدة هي عندها استراتيجية عمل جديدة وخطة عمل مختلفة. وبدأنا بالعمل وفق الاستراتيجية، ولكن دايما مثل كل المؤسسات تعترضنا الظروف الحالية اللي بتواجه لبنان واللي عم بتواجه العالم ككل مع الكوفيد 19. بالرغم من هالشي استمرت الجمعية ومرافقها عم تتطور وعم بتقدم الخدمات المطلوبة منها على مختلف الصعد. جمعية المقاصد بتتولى تقديم الخدمات بالتربوي، بالقطاع التربوي من خلال المدارس، 13 مدرسة في بيروت وخارج بيروت منتشرة في كل المناطق اللبنانية، من خلال جامعة المقاصد التي تضم كلية الدراسات الإسلامية وكلية التمريض والعلوم الصحية. نعم. والمركز مركز التدريب المهني والتقني في بيروت. صحيح. صحيح. للمعلمين مركز تدريب مستمر بيساعد على تطوير قدرات المعلمين، وهالشيء اللي ساعد وجود هذا المركز وهالتدريب المستمر ساعد انه خلال جائحة الكورونا يكون في نقلة سريعة للتعليم عن بعد للتلامذة. نعم. في بيوتهم. نعم. واستعداد للمعلمين لحتى يكونوا كمان هن جاهزين التعليم ببيوتهم من بسبب الجائحة. تماما. على القطاع الصحي يعني. في عنا مستشفى المقاصد اللي هي مستشفى جامعي بتقدم الخدمات للمواطنين على كافة الأراضي اللبنانية، وإلى أدرع لتوفير الرعاية الصحية الأولية من خلال 4 مستوصفات في بيروت والخارج و3 مستوصفات نقالة. ففي 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية و3 مستوصفات نقالة يتم من خلالهم توفير الخدمات الصحية، إلى جانب برنامج الصحة المدرسية اللي هو من أهم البرامج الوقائية والذي يعنى بمراقبة ومتابعة صحة التلامذة بالمدارس. نعم. هيدا لجانب الشق الاجتماعي اللي بيضم الكشاف المتطوعين واللي كان لهم باع كبير بالأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان، وخاصة المساعدة برفع أضرار الناتجة عن انفجار بيروت اللي ساعدوا بتنظيف الطرقات، تأهيل المباني، مساعدة الناس.
وغيرها. مركز ورد المقاصد اللي هو مركز لتنمية قدرات السيدات، وكمان غير مباشرة بخطة عمله مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي نحن عم نمر فيها، وتحول مطبخه لتقديم وجبات ساخنة ولتقديم حصص غذائية ولتشغيل عدد من السيدات اللي هن بيساعدوا كمان ب الطبخ وتحضير الوجبات الساخنة وغيره. نعم. وهن نعم. صاروا كمان عم يستفيدوا من مدخول مباشر بيساعدهم بهالظروف الصعبة. قسم الخياطة كمان تحول من تنفيذ القطع الارتزانية وغيرها لتزويد المستشفيات والبلديات والمراكز الصحية. نعم. بالماسكات، بالهيد كوفر، شو كوفر، الروبيت للحكمة وغيره. وكمان هون استطاع توظيف عدد من السيدات لحتى كمان يزيد. صحيح. من مدخولهم. فمثل ما بتشوف على كافة الأصعدة جمعية المقاصد عم بيكون لها تدخلات، هيدا إلى جانب المساعدات المستمرة اللي بلشت من سنة لليوم بتقديم الحصص الغذائية والمواد الأساسية للعائلات المحتاجة ببيروت، بالشمال، بعكار، بصيدا، بصور، بالبقاع وما إلى ذلك. فالخدمات متعددة، النطاق الاستفادة هي على نطاق جغرافي واسع، والبرامج تتطور وتتطور حسب حاجة المجتمع. نعم ريم، يعني صورة بانورامية واسعة عن عمل جمعية المقاصد بهذه الفترة من الزمن، كل المؤسسات، كل القطاعات اللي بتشملها جمعية المقاصد. للناس اللي بيعرفوا جمعية المقاصد، وكلنا بنعرف المقاصد، ولكن كيف فينا نوضح الهدف؟ يعني المقاصد اليوم هل هي مؤسسة اجتماعية، دينية، تربوية؟ شو الهدف الأساسي من نشأة جمعية المقاصد؟ جمعية المقاصد هي مؤسسة لا تبغي الربح، مؤسسة مجتمع مدني لا تبغي الربح، مؤسسة أهلية. نشأت أولا لتعليم الفتيات، لأنه نشأت بناء لحاجة المجتمع. صحيح. والحاجة بذلك الوقت كان من 143 سنة هو تعليم الفتاة، لأنه الفتيات هن منعرفهم أساس المجتمع وهن المعنيين بتربية الأسر وتربية. نعم. الأولاد. نعم. فكان أول مدرسة هي مدرسة كلية البنات التي تتحول. صحيح. اليوم لتصبح جامعة المقاصد. ومن هناك بلش يتطور عمل جمعية المقاصد. نعم. لأنه مثل ما قلت، أول شيء كان الحاجة للتعليم، وبعدين أصبح في حاجة للصحة فأنشئت المستشفى، وبعدين في أصبح حاجة لمستوصفات بالمناطق. نعم. النائية فأنشئت المستوصفات، وأنشئت المدارس التي تلت كلية البنات وتوسعت على هذا الإطار. ومن هون نحن نقول استمرارا لكلمة حسب الحاجة، اليوم مثل ما عرضنا البرامج حتى القائمة في جمعية المقاصد يتم تعديلها بما يتلائم مع حاجة المجتمع حاليا. صحيح صحيح، يعني الجمعية اللي عم بتطور نفسها، عم بتحدث نفسها وفقا لاحتياجات المجتمع، لتطور هذه الاحتياجات بالمجتمع. ستريم لو سمحت، يعني الجمعية اللي اسمها لصيق بمدينة بيروت، ومدينة بيروت أيضا دايما جمعية المقاصد مرادف لها، اليوم بيروت عم تعيش أكبر تفجير شهدته عبر التاريخ، ثالث أكبر تفجير عرفته الكرة الأرضية بطبيعة الأحوال. اليوم أنتو كمقاصد معنيين مباشرة بانفجار المرفأ، معنيين مباشرة بما أنكم بيروتيين أصليين من أهل المدينة، من عصب هيدي المدينة، من الشريان الأساسي اللي بيغذي هيدي المدينة تربية وثقافة وعلم وصحة وإلى آخره. كيف عم تتعايشوا مع هذا الواقع الجديد اللي فرضوا التفجير؟ اليوم مثل ما حضرتك تفضلت، يعني نشأة المقاصد تترافق مع نشأة لبنان، وبالتالي علاقة المقاصد مع مجتمعها هي علاقة متينة، وهي تعتبر الجمعية الأم التي تساعد وتلبي احتياجات كافة الجمعيات والمؤسسات الأخرى. ومن هون نحن كان تعاوننا مع المخاتير ومع الجمعيات الغيرنا ببيروت عامة، لحتى بناء لطالبهم نأمن لهم كل الاحتياجات اللي هن عايزينها للمناطق. ولا مثل ما بتعرف كل مؤسسة بتكون أو كل جمعية صغيرة تعنى بمنطقة معينة، وكل مختار هو كمان يعنى بمجموعة معينة من الناس اللي هن حواليه. نعم. فمن نعم. هون كان التعاون مع جمعية المقاصد من خلال المخاتير والمؤسسات الجمعيات الصغيرة، لحتى المقاصد ترفضهم باحتياجاتهم وهن بالتالي يوصلوا. نعم. احتياجات الناس اللي هن عايزينها. وهالشي بكل بيروت، بكل بيروت دون استثناء، ولكل المحتاجين دون استثناء. صحيح. دون تفرقة لا. صحيح. بالجنس ولا بالدين ولا بشي. ونحن. نعم. أكثر من مرة بيتلفنوا لنا بيقولونا نحن بحاجة لمساعدة، ولكننا من هيدي الطائفة
ومن رد ومنأكد نحن مش منتوقف عند الطوائف، نحن منلبي حاجة أي محتاج في بيروت وخارج بيروت، بدي أرجع أكد. صحيح. ومن هون أنا يعني لم أعطيت فكرة بسيطة أنا وعم بعرض عامة عن عمل المقاصد بالوضع الحالي لاستجابة الفريق المتطوعين ومركز ورد المقاصد والكشاف المقاصدي، وحتى إذا بدي أذكر هون فريق عنا دائرة نقل بمستشفى المقاصد، السائقين والسيارات اللي كانت كلها عم توضع بتصرف المحتاجين لحتى أما نقلهم إلى مستشفيات أو توصيل احتياجاتهم أو مساعدتهم بتنظيف الشوارع، لأنه دايما كان همنا إعادة بيروت ودايما تكون بيروت بالشكل اللي كلنا بنعرفه واللي كلنا بنحبه تكون موجودة فيه. نعم نعم. اليوم يعني عم نتابع نحن وياكي سترين مجموعة من الصور من نشاطات وأعمال جمعية المقاصد الطلاب بمختلف مختلف المستويات التعليمية والتربوية اللي موجودين بمدارس المقاصد، أيضا مستشفيات المقاصد المتعددة، الأقسام المختلفة للمقاصد. اليوم مع جائحة كورونا والتباعد اللي فرضته هيدي الجائحة سترين، بعرف أنه عندكم مركز التدريب اللي قدر يعملكم هيدي النقلة النوعية السريعة ما بين التعلم التقليدي والتعلم عن بعد، ولكن الأنشطة اللي تعودتوا عليها قديش عم بتحاولوا تلاقوا رديف لها بظل هيدي الجائحة؟ كتير عم نجرب نكون عم يعني خاصة الأنشطة، يمكن الأنشطة الجسدية أو الفيزيكال إدوكيشن ما عم تكون كتير مركزين عليها، يمكن إلا من خلال تفاعلات عبر الزوم والويبينارز ولكن مش بشكل تواجد شخصي. نعم. كتير عم نعتمد على التفاعل الإلكتروني، يعني زوم، ويبينارز، تيمز، ميتينجز، لحتى نكون عم نعمل الأشياء المتعلقة بالكتير بتعلق المنتل هيلث، الصحة النفسية. نعم. للتلامذة وللعاملين. اليوم نحن عنا ضغط كبير غير التدريب على الأمور المتعلقة بتقنيات التعليم. صحيح. كمان مساعدة الموجودين لحتى يستمروا، لأنه الضغط كبير علينا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعملية. اليوم النقلة يعني ما تتواجد بالصف كمان مع التلميذ، هيدا التفاعل اللي ما عم بيكون موجود. صحيح. كمان هيدا بده يكون في عندك قدرة أكبر عم بتحطها لحتى تقدر تتفاعل مع المجموعة وتتأكد أنه عم يوصل لك كل المعلومات اللازمة. فإلى جانب توفير الاحتياجات التعليمية والتقنية من خلال الوسائل التقنية والتواصل الاجتماعي والويبينارز وغيره، عم بيكون في عنا كتير تخصيص لما هو يتعلق بالصحة النفسية. نعم. ولقاءات مع العاملين والفريق التعليمي وغيره. عظيم. للمناقشات تكون عم تكون للتفريغ الأحاسيس. نعم. لواحد يشكي شو عنده لحتى تصير في مناقشات، لحتى كمان قد ما فينا نكون الناحية المتعلقة بالصحة النفسية عم نقدر نغطيها. عظيم. ستريم يعني بهذه الظروف الصعبة اللي عم بعيشها اللبناني أيضا اقتصاديا، وبعرف قديش المقاصد أيضا تعتمد على بكتير من المحلات على المساعدات لحتى تنقلها لناس تانين، كيف توصف هذا الوضع أو كيف بتوصف هذا الوضع لو سمحتي؟ أنا بدي أشكر كل اللي اليوم عم بيساعدونا، ساعدوا وعم بيساعدوا جمعية المقاصد إن كان بلبنان أو خارج لبنان. نعم. اليوم نحن كل النشاطات اللي قدرنا نقولها بظل الظرف السيء اللي نحن عايشين فيه وبظل عدم استفاد المستحقات اللي لجمعية. نعم. المقاصد على الدولة أكان بالقطاع الصحي. صحيح. أو بالقطاع التربوي في عنا عبء كبير مالي المؤسسة ما عم تقدر تحصل عليه. اليوم مثل ما بتعرف حضرتك عدد كبير من الناس مش قادرين. نعم. يسد الفاتورة الصحية، عدد كبير من أولياء الأمور مش قادرين يدفعوا الأقساط المدرسية. نعم. فنحن بحاجة كتير لمساعدة لحتى نقدر نستمر، واليوم إذا كنا وصلنا لهالمرحلة هي بفضل ثقة المجتمع وأبناء. تمام. المجتمع وأبناء المقاصد وخريجيها وأصدقاء اللي آمنوا بفعلا بشو عم بيشوفوا على الأرض وشو عم تعملوا جمعية المقاصد. نعم. وزودوها بكل الاحتياجات تبعولها لحتى تقدر تستمر. نحن. نعم. الدعم اللي عم نلقى لابد أنه نشكر كل الداعمين، لأنه بالدعم اللي عم نلقاه عم بخلينا نكفي، ولكن اليوم كل يوم الظرف عم بيكون أصعب وأصعب والدعم عم بيكون المطلوب هو أكتر وأكتر. نعم. في كتير ناس عم بيقولوا اليوم نحن ما بنعرف وين بدنا نساعد، وعم نساعد جمعية المقاصد لأنه بنعرف هاي المؤسسة عم بتوصل المساعدة اللي عم نعطيها للناس اللي هن بحاجة لها. تماماً. فنحن بنشكر ثقة الناس ومنطلب منهم يوصفوا أكتر مساعدتهم معنا، لأنه مثل ما الكل شايفين
الحاجة عم بتكون أكبر، حتى الناس اللي كانوا مبارح مش محتاجين اليوم عددهم عم بيصير عم يدخل ضمن الفئة اللي هي بحاجة تكون مدعومة. نعم ستريم، حكيتي عن الثقة واللي هو عنصر أساسي بعملكم مع المجتمع، نعرف قديش اسمكم هو محط ثقة ومصداقية عند الناس، قديش هذا الشيء بتبنوا عليه، قديش هذا الشيء هو نقطة أساسية بمسيرة جمعية المقاصد؟ نحن بدون هاي الثقة ما كنا استمرينا وما كنا وصلنا لهون، وبدون هاي الثقة ما كان في كتير ناس تبرعوا باللي لازم يتبرعوا فيه ويوصفوا زكاتهم ويوصفوا صدقاتهم ويوصفوا تبرعاتهم بالمجالات اللي نحن عم نشتغل فيها. الفريق عمل جمعية المقاصد كمان بالزخم اللي عم يعطيه ويعني بالتفاني بالعمل طيلة أيام الأسبوع دون توقف، حتى أثناء اللوكداون مركز ورد المقاصد، السيدات في ورد المقاصد كانوا موجودين بالمطبخ ليلبوا احتياجات الوجبات السخنة، كانوا موجودين بالخياطة ليلبوا توفير المسكات وغيرها، دايما مع أخذ التباعد الاجتماعي وما يتطلب هالشي من توفير كمان وسائل الحماية الشخصية، وهيدا عبء تاني عم بيكون على جمعية المقاصد، لأنه لما فريق المتطوعين بده يكون عم بيعبي حصص غذائية بدك توفر له كل وسائل الحماية اللازمة ونضمن سلامتهم كمان، وزيت الشيء بالنسبة للسيدات اللي عم يشتغلوا بالمطبخ، زيت الشيء بالنسبة للكشاف وللسائقين وغيره. فهالتفاعل والتفاني من قبل فريق العمل عم بيشوفوا الناس على الأرض، عم بيكونوا عم بيسحب يعني عم بيحبوا يساعدوا أكتر، ونحن اليوم جايين لشهر رمضان. صحيح. فاليوم كمان جمعية المقاصد عندها برامج وعندها يعني عندها تقديمات بلشنا عم نحضرها للشهر الفضيل، لأنه اليوم بتعرف العالم صايمة. صحيح. ويمكن ما عندها إمكانية تحضر وجبة إفطارة. للأسف. فنحن بندعي كل الناس اللي قادرين يساعدونا بلبنان وخارج لبنان، يمكن خارج لبنان أكتر لأنه خارج لبنان بعضهم قادرين، بلبنان صرنا كلنا شوي تعبانين، ومع أنه مع هالشي بعد في كتير لبنان بالداخل عم بيساعدوا. الناس اليوم كتير من ضاقة ورمضان على الأبواب. صحيح. ونحن بدنا نحط إيدينا بإيدين بعض لحتى قد ما فينا نخفف من هالمشاكل أو هالصعوبات اللي الناس وهالضيقة اللي عم يمرقوا فيها. أهلنا. نعم يعني على أمل دايما يكون في حدا يوقف إلى جانب أهلنا، إلى جانب كل حدا عم بيمرق بضيقة بهذه الظروف الصعبة. جمعية المقاصد مثل ما تعودنا دايما سنوات طويلة من العمل، سنوات طويلة من الخدمة إلى جانب أهل بيروت، إلى جانب أهل لبنان، من صلب الحياة الاجتماعية اللبنانية جمعية منفتخر فيها، منفتخر بمسيرتها اللي كلها ثقة ومصداقية، وأيضا منفتخر بكل العطاءات اللي قدمتوها على مدار سنوات وسنوات. شكرا لك ست ريم رباح طبعا من جمعية المقاصد، شرفتينا عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال هذه الشاشة. تحية إلى كل العاملين بجمعية المقاصد، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. شكرا لكم، ولابد أنه نذكر شكر كبير لرئيس جمعية المقاصد، لمجلس أمناء المقاصد. نعم. لأصدقاء المقاصد، لكل الأهل لبنان اللي هن مثل ما تفضلت عم بحطوا ثقتهم بالمقاصد. نعم. الجمعية الأم ببيروت وبلبنان على نطاق لبنان اللي كانت خدماتها من وقت ما الدولة اللبنانية كانت غائبة بالماضي، واليوم صحيح. عم ترجع تعيد هالدور. شكر لكل اللي عم بيساعدوا، ونحن احتياجاتنا دايما يعني عم تكبر، ان شاء الله نقدر سوا نتخطى هاي الأزمة. شكرا لك من جديد، واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا عم نتابع سوا ببرنامجنا لليوم، فقرات عديدة ما زالت بانتظاركم ومجموعة لقاءات حوارية، ولكن بعد ما نتوقف مع تقرير من اعداد الزميل داني حرب. عودة لكم مشاهدينا، وطبعا متابعين صبحيتنا معكم لليوم، ومنذكر إذا بتحبوا تتواصلوا معنا تقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، تويتر إنستغرام وفيسبوك أحلى صباح، أو حتى على يوتيوب أحلى صباح تلفزيون لبنان. طبعا أكيد بنتمنى صوم مبارك لكل الأشخاص يلي بيتبعوا التقويم الشرقي، وضمن المواضيع اللي دايما بنتشاركها معكم خاصة التعلم والتعليم عن بعد
التباعد يلي خاصة جائحة كورونا فرضته، يلي كمان بمطرح كان نقطة إيجابية بحياتنا حتى اللي نقدر نتقبل يمكن مواد ما كنا نتقبلها بالمدرسة أو غير العديد مثل اللغة العربية. اليوم المنصة العربية الرائدة كم كلمة تطلق مبادرة لكتابة الأغنية لهذا العام، قدي حلو يمكن اليوم ناخذ اللغة العربية بمنحة جمالي وبمنحة فني حتى اللي نقدر كلنا نتقبل هيدي اللغة اللي هي على قد ما يمكن معقدة على قد ما هي سهلة أو حلوة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نكون مباشرة باتصال عبر زوم مع دكتور سمر السو، اختصاصية المناهج الرقمية والشاعرة والإعلامية والباحثة ماجدة داغر. صباح الخير. صباح النور. إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. الحمد لله. إن شاء الله أنتوا كمان. إن شاء الله يا رب. أول شيء يعني يعطيكم ألف عافية على هذه المبادرة الحلوة، خاصة أنه بتخص اللغة الأم، اللغة يلي هي هويتنا اللغة العربية، وخاصة يعني عبر عن بعد قدي مهم هذا الموضوع بأيامنا هلأ. حنبلش مع دكتور سمر لتعرفنا أكثر على المنصة الإلكترونية لتعليم اللغة العربية، فتنتعرف عليها أكثر إذا فيك تشرحي لنا. أكيد. كم كلمة، هي منصة رقمية لدعم صفوف اللغة العربية، دعم الأساتذة والمعلمات والتلاميذ وأيضا المشرفين والمنسقين، بتزودهم بمجموعة من الموارد التعليمية بالإضافة إلى خدمات لتمكينهم من إدارة التعلم سواء بالصفوف أو عن بعد، وهي موجهة إلى كل الصفوف بدءا بالصف الرابع أساسي. نعم. قديش حلو بهيدي الأثناء اليوم، يعني هيدي المنصة عم بالرغم من كل التحديات اللي عم بيواجهها الطالب خاصة بالتعلم عن بعد، يمكن بتتمتع بتكنولوجيا عالية جدا حتى اللي يمكن الأمور اللي بيواجهها ما يواجهها خلال هيدا يعني خلال الصفوف الأونلاين، وكمان أيضا تحديات اللغة العربية. يعني بنعرف اليوم قديش الطالب أوقات بيهرب من هيدي اللغة، ولكن اليوم أنتوا عطيتوها جمالية فنية، فيكي تشرحي لنا أكثر؟ هلا طبعا يعني كم كلمة، لأنه بدأت انطلاقا من واقع معين من مشاكل عم بيواجهوها أساتذة اللغة العربية. بالحديث عن التحديات اللي بتواجهها مادة اللغة العربية بالنظام التعليمي، في كتير يعني تطول اللائحة، ولكن فينا نختصرها بأولا واللي هي نقطة كتير أساسية، الصورة النمطية المرافقة للغة العربية بذهن الأهل والمتعلمين. في عنا مشكلة تانية بتتعلق بكمية المخزون العربي التعليمي الرقمي مقارنة باللغات الأخرى، وفي عنا مشكلة كمان بتتعلق بنوعية الموارد العربية التعليمية المنشورة على شبكات الإنترنت، وفي كمان على صعيد التعليم مشاكل خاصة بمهارات التكنولوجية اللي هن متزودين فيها معلمي أو القائمين على اللغة العربية. هلا كم كلمة، بضوء هذه التحديات هي منصة بتقدم محتوى لافت ومعاصر وذي جودة عالية، وبنفس الوقت بتلعب دور بإغناء المخزون الرقمي من خلال نشر إبداعات سواء كلاسيكية أو إبداعات حصرية بالمنصة. ومن جهة تانية بتدعم المعلمين على تعزيز مهاراتهم التكنولوجية من خلال جلسات تدريبية نحن منأمنها لهم مجانية لدعمهم وتمكينهم من تأدية مهامهم على أتم وجه. صحيح. يعني اليوم الطالب عم يستفيد والمعلم أيضا عم يستفيد من هيدي المنصة. كم طالب تقريبا أو أستاذ عم يستفيد من هيدي المنصة سنويا؟ نحن اليوم موجودين بثمان بلدان عربية مشتركة معنا بشكل رسمي بشكل كلي ملتزمة على مدار العام الدراسي، من الإمارات ولبنان والقطر بحرين مصر السعودية الأردن، وفي عنا كمان بلدان تانية عم بتجرب مثل فرنسا واليونان وأمريكا وأستراليا وألبانيا وإلى آخره. في انتشار واسع للمنصة. صحيح. في عنا حاليا اليوم التلاميذ اللي مشتركين مش بخدمة تجربة مجانية ولكن بشكل رسمي تقريبا 526
استاذ ومعلمة، وعنا 23,813 تلميذ عم يستفيدوا من كم كلمة حاليا. واو، فعلا هالرقم يلي يمكن بيكبر القلب، خاصة انه نتمسك بلغتنا العربية. كمان اليوم الفكرة يلي رح تطلقوها اكيد يلي هي كتابة الاغنية، واكيد رح يكون في جوائز عديدة ويمكن يتم اختيار الاغنية لهيدا العام. خبرينا اكتر كيف انطلقت هيدي الفكرة وكيف قررتوا تطبقوها؟ هلا نحن دائما يعني على الارض بالمدارس دائما موجودين عم نرافق الاساتذه والمعلمات لنسمع شو التحديات لنقدر نقدم الحلول الممكنه. بس لاحظنا انه التعبير الكتابي عم يكون مشكله كثير كبيره. بلشت معنا الفكرة انطلاقا من هذا الموضوع لدعم وتشجيع المتعلمين على تنمية مهاراتهم بالتعبير الكتابي. السنة هي السنة الثالثة لإطلاق هذه المسابقة، وهيدي السنة اخترنا موضوع كتير حلو وبيفتح مجال للتلميذ، لأنه نحن بالصفوف لما عم نعرض على تلميذنا مواضيع يكتبوا عنا. واحدة من المشاكل اللي منواجهها أنه التلميذ أوقات ما بيكون عنده فكرة عن هذا الموضوع تيقدر يعبر عن أفكاره أساساً. كرمال هيك السنة اخترنا موضوع متعلق بالعطلة الصيفية. كلنا بنعرف أنه كان في عنا توقعات للعطلة الصيفية اللي قطعت، ولكن خاب أملنا بكتير محلات بسبب الظروف اللي تعرضنا لها. فموضوعنا السنة الموجه للتلاميذ عن العطلة الصيفية، فيهم يختاروا يكتبوا للعطلة الصيفية اللي قطعت واللي كانت كارثية إلى حد ما، أو العطلة الصيفية القادمة لبث روح الأمل والحلم بمستقبل أفضل وظروف أفضل إن شاء الله. صحيح. نعم. ان شاء الله يا رب. اكيد يعني هيك بيكون منفذ للطلاب، وخاصه يعني بنعرف انه الصغار بالسن قديش يمكن بيعانوا من مشكله التعبير، يمكن ما بيقدروا يعبروا بوضوح يمكن عن يلي زعجهم. فيمكن هيدي المنصه يمكن عطيتهم هيدي الفرصه. دكتور سمر، قبل ما نكفي حديثنا معك اكيد بننتقل للاعلاميه والشاعره ماجده داغر، يلي اكيد بنقول للمشاهدين انه ماجدة في برصيدها 5 كتب من بين الشعر والبحث الأدبي والتاريخي، وحتى أشعارها ترجمت إلى أكثر من 12 لغة، وأيضا هي بلجنة التحكيم المشاركة بهذه المسابقة إلى جانب طبعا الفنان أنس صباح فخري وهدى عصفور يلي هي عازفة ومؤلفة وكاتبة أغاني. صباح الخير عن جديد ماجدة. صباح النور. ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. ان شاء الله. اولا هيك نحكي اكثر عن اللغه العربيه، قديش مهم اليوم نرجع نخلي هيدا الحب عند الشخص للغه العربيه يستمر، خاصه بظل القطاع التربوي يعني اليوم تاثر بكل انحاء العالم وخاصه بالبلدان العربيه وخصوصا بلبنان، قديش مهم نحيي هيدا الموضوع؟ صحيح، هو يعني ذو أهمية كبرى هذا الموضوع، موضوع اللغة العربية، وخصوصا يعني مثل ما نحكى قبل شوي بقضية التحديات لهذه اللغة العربية اللي عم تواجهها من فترة طويلة، خصوصا بالفترة الأخيرة بظل العولمة والثورة الرقمية. بتعرفي يعني جيلنا وطلابنا اتجهوا باتجاه آخر، يعني بغض النظر عن جمالية هذه اللغة وأهميتها وعراقتها وتجذرها يعني باللغات السامية القديمة والعريقة، مع الأسف أنه في جهل تام باللغة العربية. لهالسبب جزء من التحديات اللي عم بتواجه يعني إعادة استنهاض هذه اللغة هي هذه المواضيع، خاصة عند الطلاب يعني عند الأعمار الصغيرة والمتوسطة، اتجاه آخر ما بيشبه ابدا يعني اللي مفروض يكون المكان يكون فيه اللغه العربيه. لهالسبب التجهيل، عدم الوعي، عدم المعرفه بهيدي اللغه، يعني هن بعتقد انه مش ذنبهم، يمكن لازم يكون في اكيد ورش عمل، يكون في ندوات، يكون في مؤتمرات، لازم يكون في مجامع لغه عربيه، يعني هناك العديد من الامور التي يجب ان تقام للاحاطه بهذه اللغه. هي مش بحاجه اللغه العربيه يعني لجماليتها الكبيرة، ولكن مثل ما قلت لك لجهل بأهمية هذه اللغة. صحيح. وساهم أكيد يعني ساهم موضوع الثورة الرقمية اللي اجتاحت كل هذا الجيل بإبعاده أكثر وأكثر عن اللغة، بالإضافة أنه بعد بيعتبر
أكتريتهم أنه لصعوبة هذه اللغة، وهذا مش حقيقي كتير يعني، هون من موضوع البحث، ولكن ليس بمثل ما بنحكى عن هذه اللغة. هي لغة تقدر تتعلم بالمدرسة مثل اللغات الأخرى، يجب إتقانها مثل ما نحن نتقن لغات أخرى أو أي يعني. الأمريكي لما يتحدث الإنجليزية أو البريطاني ما بيقدر يحكي بهذه اللغة وتكون فيها أخطاء يعني، هذه لغة بطبيعة الحال. نحن هذا الاستسهال شوي باللغة العربية، ولكن أساسية يعني، لازم كتير شغل وكتير دعم لحتى ترجع التذكير بأهمية هذه اللغة، أهم شيء عند هذا الشيء. نعم، يعني دايما خاصة بعض الناس بتقول يمكن الإنسان هو عدو ما يجهله، يعني الإنسان يمكن بيصير بيبطل يحب شغلة يمكن لأنه ما بيعرفها، ولكن فعلا اللغة العربية بس نتعرف عليها أكثر بنعرف قديش هي لغة سهلة ولغة حلوة يعني فيها فن. اليوم قررت جميلة جدا. نعم صحيح. اليوم قررتوا من خلال يمكن الموضوع الفني أو من الباب الفني تخلوا للطالب يمكن يتشجع على اللغة العربية، يمكن سهلتوا الموضوع من خلال يمكن كتابة هذه الأغنية، وأكيد رح يتم تلحينها هلأ بنحكي لاحقا عن هذا الموضوع، ولكن اليوم الشعر والفن باللغة العربية قديش حلو، قديش يمكن بحفز الأشخاص أن تعطي أكثر بالكتابة. صحيح. تعرفي هي الفكرة يعني من هذه المسابقة، وأكيد يعني دكتورة سمر بتشرح أكثر عن هذا الموضوع، لكن الفكرة الأساسية والهدف يعني لمنصة كم كلمة هو مثل ما حكينا يعني إعادة الاعتبار لهذه اللغة عند هذا الجيل تحديدا. نحن مش المطلوب يعني من المتسابقين أو مشاركين بهالمسابقة انه مش مطلوب منهم امتحان شعريا يعني، نحن اللي منهم تحت الامتحان الشعري اساسا يعني حرام بهذه الاعمار بهذه المستويات العمريه والدراسيه، هن غير مؤهلين بعد انه يخوضوا تجربه امتحان شعري اكيد. صحيح. لهالسبب يعني في عده امور لازم ينحكى فيها، ولكن الاهم هو التعبير الكتابي. نعم. التعبير الكتابي هو هيدا الهدف الأساسي، والتعبير أكيد رح يكون باللغة العربية. هون صار في هدفين، إعادة يعني استنهاض وأحياء وإضاءة على اللغة العربية، وبنفس الوقت على التعبير الكتابي اللي جزء كبير من هذا الجيل فقده مع الأسف. بعدنا عم نحكي يعني صارت اللغة اليوم الحوارية وحتى الكتابية تقتصر على الكيبورد مثل ما كلنا بنعرف، أو على يعني التليفون السمارت فون والتواصل. صحيح. التواصل الوهمي الافتراضي. صحيح. عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، هذا منه كافي يعني. هون عم نحكي بمحتوى، ما عم نحكي بمضمون، ما عم نحكي بلغة، بالعكس هذا بيساهم انك تفقدي اللغة الحقيقية. نعم. والسليمة. لهالسبب مجرد ما يكون في مسابقة هي للتعبير في التعبير الكتابي هذا كافي يعني. هون إذا بدك بنحكي عن الشروط شو لازم تكون يعني لحتى يتقدم المتسابق، ولكن هي من ضمنها. نعم. وهدفها بشكل أساسي إنه يكون هيدا التعبير الكتابي اللي نحن بنعرف كتير منيح دائما الفنون والأدب وكل أشكال التعبير هي نوع من علاج أيضا، وخاصة الطلاب بهالفترة هن أكثر فئة ربما بالمجتمعات عانت ودفعت ثمن أكثر منا كلنا، لأنه هيدا قضية التعليم عن بعد من دون أي تحذير وإنذار كان مفاجئ جدا لألون. صحيح. هل يعني الحجر اللي عاشوه يعني حياة مختلفة جدا تغيرت، انكسر روتين معين يمكن بالنسبة لألون. طبعا كسر روتين، تغيرت حياة يعني ما دراسية مجتمعية. صار في حرمان من كتير قصص. صحيح. بطبيعة الحال كان حاصلين عليها. نعم صحيح. لهالسبب هون يعني التعبير، قضية التعبير الكتابي هالمسابقة هون أهميتها، يجب أن يقال أن يكتب ما نشعر به وما هذا خاصة باللغة العربية. ماجدة. نعم. ماجدة كنت عم تحكي اليوم عن المعايير أو الأسس يلي لازم المشترك يكون في عنده إياها، أو في أسس معينة تحت يلي المشترك يقدر يشترك به هيدي المسابقة عبر المنصة العربية الرائدة كم كلمة. شو هي المعايير؟ هون كمان بنرجع لموضوع أنه نحن مع أي مستوى
من الفئة العمرية والفئة المستوى الدراسي والعمر وكل هذا الموضوع، ما فينا نطبق عليهم معايير نطبقها على محترف، نعم، على شاعر، على كاتب قادر يقدم نص متكامل بيحمل كل المعايير كقيمة فنية وقيمة أدبية وشعرية وغيرها كأغنية. نحن نعرف تمام أنه هناك معايير، هناك قواعد، هناك ضوابط لشعر الأغنية، يعني نعم، قصيدة هي تقدم لكي تصبح أغنية مع العناصر كلها الثلاثة، يعني عم نحكي أكيد عن الشعر، عن النص، عن الصوت وعن الموسيقى بشكل، نعم، بطبيعة الحال. ولكن هون يختلف الموضوع إلى حد ما، رح يكون نظرا لمراعاة يعني الأعمار والمستوى الدراسي ما بنقدر نطلب منهم يقدموا قصيدة متكاملة عروضيا طبعا وكل ذلك، ولكن على أن تكون أكيد سليمة، يعني تحمل لغة عربية سليمة وصحيحة. إنما الأهم الالتزام بالموضوع اللي حكيت عنه دكتور سمر، وهو العطل الصيفي، وهن كتير قادرين يستوفوا من هذا الموضوع، لأنه بهالعطل الصيفية الكارثة اللي كانت، صحيح، كان فيها كل مواد العالم وكل قضايا العالم صارت فيها، صحيح. فالموضوع طبعا الالتزام هو من الشروط بالموضوع، طبعا أن يكون الطالب أو المتسابق يكتب بشكل يعني هذا النص سليم، يكون لأغنية وليس كموضوع إنشاء، يعني لا، نعم، هذا أغنية يجب أن يحمل الموسيقى في اللغة، يجب أن يحمل الإحساس، يحمل القضية أيضا، يعني صحيح، تشبه الأغنية إلى حد ما بمراعاة كبيرة للمعايير الفنية، صحيح، للقصيدة. ماجدة، قبل ما كان نرجع كمان ننتقل للمستويات، رح انتقل لدكتور سمر، خاصة انه في موضوع هيك جدا مشوق، انه هل الاغنيات او الاغنية اللي رح تربح رح يتم تلحينها او عدد من الاغاني، وطبعا رح يتم يعني نشرة لهذه الاغاني، وحتى كمان عدد من الفنانين يمكن ياخدوها، وحتى ايضا يمكن يكونوا عم بيغنوها وتكون أغنية لألون. إذا فيها دكتور هيك سمر تقدر تشرح لنا أكثر عن الموضوع؟ هلا صحيح، من بعد ما يتم تقييم الكتابات الإبداعية بضوء المعايير اللي ذكرتها الست ماجدة، نعم، رح يتم تلحين وتحويلهم إلى أغاني للأشخاص يلي احتلوا المرتبة الأولى والثانية والثالثة. رح يتم الإعلان عن الأشخاص المعنيين بالتلحين والغناء لاحقاً، ولكن مبدئيا هذا اللي حيصير. ما بعرف اذا جاوبتك بشكل تام على سؤالك. لا صحيح صحيح، ولكن كمان شو يعني اليوم الفائزين، هل رح يكون في جوائز اخرى غير انه يمكن اعطاء هذه الاغنيه؟ اكيد شو هي؟ اكيد حيكون في جوائز نقديه، نعم، وانغامي مقدمه دعم كتير حلو، لانه تولت مهمه نشر الاغاني من بعد ما تتم على منصتها، نعم، وطبعا لهم دور كتير كبير بإنجاح هذه العملية، لأنه هن اللي عم بيوجهوا وهن اللي عم يدربوا تلاميذهم وعم بيعطون النصائح ويرشدوهم، فنحن تقديرا منا أيضا لهذا الدور الكبير للأساتذة والمعلمين. في كمان جوائز لألهم، حيستفيدوا من منصة ساعدين ست ماجدة، كان اسمها توازن. هي منصة حديثا أطلقت، ولكن لها دور كتير كبير وكتير داعم للصحة النفسية للأساتذة وللمتعلمين، وبتهتم بكتير قضايا حلوة أو عم بتعالج بشكل من الأشكال مشكلات ما كنا نهتم فيها من قبل عم بيواجهوها هلأ المتعلمين والأطفال. نعم، يعني اسم الله عليكم المسابقة هيك مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج مبكلة من كل الميلات، إن كان على الصعيد المهني وأيضا على الصعيد يمكن الجوائز والفوز. اليوم بعد فيهم الناس تشترك بهيدي المسابقة أو لازم يكونوا أوريدي مسجلين على المنصة؟ ويلي من يلي مسجل على المنصة بيقدر يشارك بالمسابقة؟
هلا نحن فتحنا الابواب للمسابقه وكان لنا مقابله مع ست ماجده من قبل لما اطلقناها. اليوم هو كان اليوم الاخير للمشاركه حتى ننتقل لمرحله التقييم، ولكن نحن كل سنه بنفتحها. السنه كانت مش بس حصريه لمستخدمين كم كلمه او المسجلين فيها، في ناس من برات المنصة كان فيهم يعملوا تسجيل بس للانضمام للمسابقة، لأنه نحن مثل ما قلنا الهدف أسمى من أنه نربح أو نخسر. صح. الهدف هو الإضاءة، الإضاءة على أهمية اللغة العربية، إعادة إحياء الاهتمام بهذه المادة، الإضاءة على مواهب مخبية، يعني كم أشخاص نجحوا بالفن وانشهروا ووصلوا لمراتب كتير عالية كانت رحلتهم مبلشة بأنه ربحوا مسابقة أو شاركوا بمسابقة. صحيح. خلال أيام المدرسة. فنحن هاي الغاية. نعم فرصة جديدة يمكن عم تعطوها لأمام الشباب وخاصة الشباب العربية اللي فعلا بتتمتع بقدرات جدا عالية. كمان أيضا ما نتابع حديثنا معك دكتور سمر تنسأل ماجدة، حصلت مؤخرا على درع التمييز من ضمن 100 شخصية ناجحة ومؤثرة للعام 2020 من مركز أفاق للدراسات الثقافية المغربية اليمنية. اليوم شو هي رسالتي بظل هيدي الظروف الصعبة يلي عم نمر فيها، خاصة بما يتعلق بالموضوع التثقيفي وخاصة باللغة العربية؟ أول شيء شكرا على الإشارة لهذه الجائزة، ولكن بحب استفيد يعني من أنك ذكرتيها، استفيد من شيء معين وأساسي بهذه الجائزة. عندما يقولون يعني أول شيء شكرا للمركز أفاق الدراسات اليمنية المغربية على منح هذه الجائزة، ولكن الأهم عندما نقول مؤثرين بأي مجال اللي كان، هذه كلمة كتير خطيرة، بالمجال الفني، بالمجال الأدبي، بالمجال الإعلامي، يعني المجال الثقافي بشكل عام. هون الخطورة بالموضوع، كيف نحن عم نقدر نأثر على غيرنا، عم نقدر نأثر على مجتمعات. صحيح. اليوم هذه المجتمعات تعاني ما تعانيه بشكل كتير كبير على المستوى الفكري والثقافي، من تراجع وتردي وغيره. نحن أو يعني عم نقول المؤثرين، كل واحد بمجاله، إن كان إعلامياً، إن كان ثقافياً، إن كان فنياً، عليه دور كتير كبير. صحيح. هناك رسالة يجب أن يؤديها. نحن بنحكي بالرسالة وكأنه هي فقط هيك كليشيه أو شعارات، لا مش صحيح هذا الكلام. نعم. كل إنسان يعني نحن دورنا بالحياة، جينا لحتى يكون نأدي رسالة ما، كل واحد على قد طاقاته وقدراته واهتمامه. نعم. لهالسبب يعني هون بحب أتوجه يعني إلى كل من يعتقد أو يعتبر أنه نحن صرنا بعالم بعيد جدا عن القيم وعن موروثنا الثقافي. بعتقد أنه نحن اليوم خصوصا بكوفيد 19 خلتنا نعرف قيمة هذه الأمور وهذه التفاصيل. صحيح. وعمق هذه الأمور، العودة إلى ذاتنا، العودة إلى إنسانيتنا، العودة إلى قيمنا. صحيح. اللي بفترة من الفترات حسينا حالنا نحن صرنا وكأنه عم نعيش بعالم آخر مختلف. لا. ما بيشبهنا. نحن هلأ بلشنا نرجع نشبه حالنا إن شاء الله. لهالسبب هيك الطلب هو بالعودة إلى الذات. نعم. بالعودة إلى الموروث الثقافي والفكر اللي نحن نتمتع فيه واللي. صح. موجود عنا، وهذا قادر وحضرتك ماجدة يمكن خير مثيل ودليل على كيف الإنسان يقدر يتمسك بقيمه وبمبادئه، وأهم شيء بثقافته، إن كانت العلمية على المستوى العلمي أو حتى على المستوى الحياتي. للأسف يعني دهمنا الوقت، الحديث معكم بيقطع هيك بسرعة، خاصة عن موضوع فعلا هالقد مهم. دكتور سمر إسو، اختصاصية المناهج الرقمية، وماجدة داغر، شاعرة وإعلامية وباحثة، يعطيكم ألف عافية خاصة على هذا الموضوع وخاصة على المبادرة يلي أطلقتوها لتشجيع اللغة العربية. شكرا لكم وأهلا وسهلا. شكرا للتلفزيون اللبناني، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا مشاهدينا، بريك قصير ونرجع لكم، خلوكم معنا.
مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم من جديد، برحب بكل اللي انضموا لنا بهذا الوقت، لقاء جديد بياخذنا الى ذاكرة بيروت، الى مدينة بيروت وتراث بيروت مع جمعية تراث بيروت ورئيسها دكتور سهيل منيملي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، يعني ضيف عزيز بطل معنا من وقت لتاني. اهلا فيك. لما يعني بنفكر بشي حلو عن بيروت للاسف ما بنحكي ببيروت الحاضر، بنحكي ببيروت امبارح، ببيروت الامس تحديدا. برأيك اليوم مدينة تعيش على ذكريات، هذه المدينة يكتب لها الاستمرار والتطور؟ يعني استاذ جو لقلك يعني هو مثل بفيك تقول يعني سيف ذو حدين، اوكي، اللي هو اول شيء الحنين، يعني نحن فقدنا كتير 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 اشياء متعلقة بذاكرتنا وبتراثنا. بس ما لازم يكون هالشيء يعني هيك نوستالجيا وحنين مفرط، كمان ما بيسوى. من هون كانت مهمة الحقيقة يعني جمعية تراث بيروت، اللي هي يعني توثيق كيف كانت بيروت وشو يعني المراحل اللي مرت عليها، شو احتفظت بذاكرتها من أمثال من وقع أيامها من كل الأشياء، وحتى يعني التراث الملموس يعني المعماري. هذا التراث المعماري اللي الحقيقة أصبنا بنكبة يعني بعد انفجار نعم اصابتنا فيه. فيعني نحن مهمتنا ما الحقيقه ما سهله، وعم نتعاون يعني كلياتنا مع غير جمعيات وشو بنقدر نحن نعمل. نعم هذا التعاون لحتى فعلا محافظه قدر المستطاع على ما تبقى من تراث بيروت، من بيروت اللي بنعرفها واللي بيعرفوها كل العالم، يعني هيدي محط انظار كل الناس. برايك اللي ما قدرت السياسات تقضي عليه ببيروت، يعني من شكلها المعماري وتراثها ونسيجها وبيئتها واذا بدك كل هذه التفاصيل، قدر المرفق؟ يعني اليوم نحن فينا نقول بيروت ما قبل المرفق وبيروت ما بعد المرفق الى حد ما، يعني مشر يعني هلا حضرتك انت يعني قلت جمله مهمة كتير، هي ما تبقى. لأنه ما بعرف يعني أنه في معظم بلاد العالم تراث بيحافظوا عليه يعني بكل ما أوتيوا يعني من قوة، يعني وأنت يعني منشوف نحن شو عم بصير. ليش هالتفريط عنا؟ في عدة أسباب، يعني منها سياسية، منها طمع، منها جهل، منها عم نحاول للأسف. يعني هذا الواقع اللي عم نعيشه مع هيدي المدينة. قمت مؤخرا بندوة إذا صح التعبير. نعم. طبعا إلكترونية بيظل هيدي الظروف اللي عم نعيشها تحت عنوان ذاكرة المكان، خبرني عن هيدي الندوة لو سمحت. الحقيقة هي ندوة كانت دعوة وجهت لنا من تجمع أكاديميون. هو تجمع معظمه في المهجر بفرنسا بكندا بالأمريكا، عاملين تجمع ثقافي. اتصلوا فينا دكتور نزيه خياط مترأس، حابين كانوا يعني يستفيدوا من تجربتنا. نعم. يعني ما بعرف نعتبر ناجحه ان شاء الله، يعني ناجحه وغنيكي بطبيعه الاحوال دكتور. تسلم. فيعني حابين حتى يعني يعطوا هيك انيشيتيف للعالم ويحفزوهم يشجعون الناس يعملوا نفس الشيء. هو كان هذا هدف الندوة الحقيقة. كانت في خمس محاور حكينا فيها، يعني طبعا عن الجمعية وتأسيسها، حكينا فيها عن بيروت في الذاكرة المكانية. نعم. كانت نعم. كله أن كانت شو يعني بيروت بالذاكرة المكانية؟ هيك كمان نحن بنحب نعرف هذه المعلومات، نستفيد من وجودك. نعم هو يعني موضوع متشعب شوي تمام. فخلينا ناخده من الناحية التاريخية تمام. أو التراثية اللي نحن يعني مهتمين فيها أكثر شيء. يعني لما نقول بالذاكرة المكانية يعني بدنا نرجع لشو المعطيات اللي وصلت لنا عن ذاكرة بيروت. ممكن يعني بالذاكرة المكانية نعتمد على اللوحات الفنية اللي كانوا يرسموها، يعني نعم. خاصة الرسامين الأجانب تماما، واللوحات اللي الفنانين اللبنانيين الراحلين يعني كانوا يمكن على رأسهم مصطفى فروخ، جورج قرم، داود قرم. نعم. يعني أمين الباشا، عمر الأنسي، يعني نعم. هدول كلهم نعم. أغنى يعني أغنوا تراثنا تماما. عم تحكي عن الفن التشكيلي بتأريخه لذاكرة بيروت. هذا عم نحكي هلأ على الفن تماماً. التشكيلي تماما. كمان من الذاكرة المكانية
يعني بأبحاثنا نحن يعني في عنا لجان بالجمعية، في لجنة البحوث التراثية ولجنة البحوث التاريخية، كل واحد عند على فيها على منسق من وجه لهم تحية كلية، طبعا عم يشتغلوا من قلب ورب الحقيقة. ممكن يعني من الكتب اللي كانت تنكتب هون فينا نقسمها لثلاث أقسام، اللي هي يعني ممكن زمنية ومناطقية وممكن عامة. نعم. بالزمنية جو بنقصد أنه الفترة اللي كتبت فيها الذاكرة المكانية لبيروت، ووصف يعني شو الذاكرة المكانية؟ نعم. يعني وصف أسواقها، أبراجها، قلاعها، كل هالأشياء هذه أسواقها. يعني فينا ناخذ من الذاكره المكانيه يعني في عدد نقاط معقول نضوي عليها. نعم، وعدد نعم. مصنفات يعني اذا بدنا نذكر هيك على السريع يعني. نعم. ممكن مثلا مؤرخ دكتور عصام شبار وعمل كتاب كثير كبير عن هذه بالذاكره المكانيه هلا عم نحكي. نعم. نعم. عن عالم رئيسي. اوكي، ومثلا مختار كمال جري بيز الله يرحمه، كمال كتير عن راس بيروت، عن راس بيروت صحيح، وهكذا. من الناحية الزمنية ممكن مؤلفات مثلا الدكتور حلاق، اوكي، اللي هو يعني اكثر شيء عن الفتره العثمانيه، الفتره الزمنيه، وهو بيروتي اصيل، هو بيروتي بطبيعه الاحوال. نعم، ان شاء الله. اوكي، واللي كانوا يكتبوا بفتره زمنيه وكتبهم كتار كثير. نعم. يعني اذا بنذكر. نعم. على السريع منهم مثلا محمد عيتاني بهيدا اشياء لا تنسى او غيره. بعدين العامي، اللي بتكلم على الذاكره المكانيه من قديم جدا جدا. تمام. الى ايامنا هذه. نعم. نعم. يعني يمكن اكثر حدا استفاد في هالموضوع هو استاذنا مؤرخ بيروت عبد اللطيف فاخوري. نعم. عنده. نعم. كثير مصنفات يعني منها منزول بيروت كثير مهم، ومنها البيرتي حكايات امثالهم ووقع ايامهم كمان استفاد. تمام. فيه كثير. تمام تمام. يعني هدول، فنحن شغلتنا مثل ما بقولوا نغربل هالاشياء هذه. صحيح. ونستخلص منها ونقدم للناس الزبده لحتى الزبدة يكونوا وشو ماشي مع ايامنا هذه اللي فيها تحدي كثير كثير كبير. تمام. كلمه صغيره بس اذا بتسمح لي. اكيد. يعني في كثير ناس بقولوا طب انتم هلا بهالظروف هيدي شو قاعدين عم تعملوا؟ انه زي نذاكر بكل هيدي الازمه اللي عم نعيشها في محل الذاكره؟ الجواب هو بالعكس، تمام تمام تمام. عم تفكر الناس، نحن مش عم نحط هالابحاث وهالصور لحتى واحد مثلا يقعد يبكي وكيف كنا وكيف صرنا وهيك. نو لا لا ابدا. التراث انت هويتك هو. اوكي. صحيح. يعني وجودك وانتمائك. طيب يعني انت هاي قضيه، القضية بدها رأي عام، ورأي عام بدك توصله بمسج معينة. تمام. هالأيام هالمساجز عم تكون من خلال وسائل. صحيح. التواصل. صحيح. الاجتماعي. بكل أحوال هذه مثل ما قلت هويتنا. يعني اليوم نحن هويتنا، نحن مش هويتنا دمار وخراب وقتل وتعتير وفقر، بالعكس تماما. نحن هويتنا حياة وثقافة ومعرفة وأدب وفنون وكل هذه الأشياء اللي منشوفها بالصور، وهي ضرورية لحتى منا نستمد قوة لحتى بعدين نقدر نخلق هيدا التغيير. اليوم دكتور نحن على أبواب الشهر الفضيل، يعني مسافة قليلة بتفصلنا عن بداية الشهر الفضيل. برأيك اليوم قديش في ذاكرة أيضا لرمضان ببيروت، وذاكرة إلى خصوصيتها بهيدي المدينة اللي فيها رمضان ما بيشبه ولا أي مكان آخر؟ 100%. هلأ نحن تقريبا كل سنة برمضان، نحن يعني جمعيتنا تأسست كنوات، وكانت أول شيء اللي هو تجمع بيروت، يعني كنا شوية باحثين ومؤرخين مهتمين وشفنا شو عمل بصير. نعم. فسجلنا جمعية. أوكي. بعلموا خبر وعمل مشغل الأساس. هلأ خلال هالست سنوات كل موسم برمضان على وسائل التواصل الاجتماعي اللي عنا، خاصة يمكن على الفيسبوك، الفيسبوك وانت بعك، فعم نحط كل يوم بيومه 30 يوم من ذاكرة بيروت الرمضانية. رمضانية. ورمضان هلأ اللي جاي في عنا تعاون حيكون مع هيئة دولية للإضاءة على ذاكرة رمضان في بيروت. في بيروت. في بيروت. نعم. نعم. إن شاء الله برمضان بتشوفوه من خبركم. نعم. عنه. نعم. ضروري جدا يعني هذه الذاكرة نضوي عليها أكثر، لأنه فيها أصالة وفيها حنين وفيها صورة حلوة عن الشهر الفضيل أيضا لابد أنه نتعرف عليها. دكتور بسياق حديثك قطعت كم كلمة باللهجة البيروتية حضرتك أنت وعم تحكي هيك، كانوا لفتين وحلوين. هذه اللهجة قديش أيضا هي جزء مهم من ذاكرتنا ومن
من التراث البيروتي. طبعا هو هذا النسيج الاجتماعي تبعنا ومنه اللي هو اللغه. اللغه البيروتيه كانت يعني تقريبا ما كان في اختلاف كثير اذا بدنا نقول يعني انه قديما يعني كان ابن الاشرفيه يحكي نفس اللهجه اللي عم يحكيها ابن البسطه. نعم. ما مثل هلا نحن ما هذا بعدين مع التطور والانتداب هذا تغيرت شويه. نعم. اللهجات اللهجات شوي كانوا كلياتهم مع بعضهم هذا التفخيم ببعض الحروف ببعض الكلمات يعني كانوا عايشين كلهم سوا مثلا انهم هيك في طبعا يعني هذه انه سموها يعني ترقيق الاشياء او هذا اللهجه وهيدي اختفت اليوم يعني تضاءلت اختفت يعني وين هي يعني فعلا يعني وكانه كل اللهجات بكل الاحوال مش بس البيروتيه عم تختفي على حساب اللغه البيضاء وهذا شيء يعني بعتقد بفعل العولمه والى اخره ولكن اليوم في عوده الى الخصوصيه عالميا اللهجات المحليه اللبنانيه اللي منها البيروتيه وين هي بهذا الزمن؟ لا موجوده طبعا موجود طبعا بس يمكن مثل ما قلت طغت عليها شويه هيك عوامل ثانيه وهذا يمكن من اولويات اهتمامنا نحن بالجمعيه تراث بيروت يعني اللي قد ما فينا نكافح لهالنسيج الاجتماعي وضمنه اللهجه يعني مثل اللي صار مثلا بالجميز مار الخيل طيب مش ما بيخفي على حدا انه في ناس حاولت تستغل هالموقف هذا بشراء عقارات او تغيير النسيج الاجتماعي ونحن كنا لهم بالمرصاد الحقيقه صحيح. وضوينا كثير على الموضوع هذا لحتى نقدر خلينهم يتراجعوا لا نحن مش بس الحجر اللي انهد في نسيج اجتماعي كامل في نسيج اجتماعي له خصوصيته في عندك الدكاكين في هذا يعني متكامل هذا كيف تجي انت بدك هيك بدك تغير شكل هالمدينة كلها يعني بدك تلاقي فيه حيط قدامك عم بصدق نعم عن هالشي هذا نعم دكتور يعني أيضا لما نحكي عن بيروت إذا بدك بالصور الشعبية اللي مرسومة عند كل اللبنانيين في شخصية أبو العبد اللي هي شخصية أساسية من النسيج البيروتي تضخيم هذه الشخصية ويعني نسج الحكايات بعض الأحيان حولها أو تقديمها بصورة مغيرة للحقيقة بيزعجكم بعض الأحيان كمهتمين بتراث بيروت طبعا 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 لأن شوف بكل شعب عنده شخصية معينة جحا تماما ومنهم يعني مثلا حتى عند الأجانب دايما في شخصية مثلا بتركيا عواز وكراكوز وهدول كانوا شخصيات وعاشين كانوا شخصيات حية ما يعني لا يجوز ثقافيا واجتماعيا وحتى أخلاقيا أنك تشوه الصورة هذه موضوع هذا انطرح بندوة عملت بالبريستول قبل اكفاله وكانت عن هيدا يعني تراث بيروت ونحافظ عليه وانذكرت هالشخصيات كلياتها يعني صحيح. وحتى عادل كرم الممثل وقتها كمان عمل اطروحه ذكر فيها انه هذا لا كيف لازم يحافظ على الشخصيه هذا واستفاد كثير فيها كمان دكتور وجيه فانوس بوصفه يعني الدقيق لا أبو العبد شخصيه أبو العبد والشخصيات الباقيه اللي هو شو يعني أبضاء شو يعني جدع شو يعني ذكرت شو يعني هالكلمات هذه كلها فسرت في ناس عم توثق وعم تحافظ على الاشياء تماما هذه. تماما محافظه على الاشياء مثل ما هي بعيدا عن اي تضخيم اذا صح التعبير او هيك يعني مع انه يعني بعض الاحيان بيكونوا مهضومين وحلوين والناس بتحب بس يعني كمان في حقيقه الاوفر بصير اكزاجريتد يعني ما في لزوم تماما دكتور اليوم يعني بعد كل ما مرت في بيروت بعد انفجار المرفأ هيدي النكسة اللبنانية الكبيرة ونكسة أيضا لمدينة بيروت يعني بيروت قبلة لكل اللبنانيين لكل العرب بكل الأحوال اليوم بيروت فارغة هوية فارغة للأسف يعني بتحاول تروح على قهوة بوضع الاقتصادي على الوضع المعيشي على وضع كورونا بيروت اللي كلها حياة فقدت الحياة للأسف بكلمة للكلمة من معنى برأيك هيدي المدينة قديش عندها الصلابة الكاملة لترجع تنطلق من جديد طبعا طبعا إذا بتقرأ تاريخ بيروت واللي بيعرف تاريخ بيروت بيعرف قديش مرت بنكبات وقديش مر عليها جيوش وقديش وهذا وبكل مرة يعني كانت تنهض
يعني حتى الزلازل اللي دمرتها ما قدرت عليها، ما قدرت رجعت تعمرت. وان شاء الله يمكن هلا نحن بأسوأ ظرف، يعني بدنا نتأقلم هلا ونكيف حالنا قدر الامكان، وخاصة يا ريت من خلال النشر الثقافي والتوعية والأخلاق حتى ترجع بيروت تنهض يعني. وبتنهض بإذن الله. وبتنهض. دكتور لو سمحت سؤال بالسياسي بعد إذنك. يعني بكل نكبات اللي مرقت على بيروت تعودنا على زعماء بيروتيين محليين يمشوا قدام شعبهم، بالنكبة الأخيرة في زعيم بيروتي مشي قدام شعبه، يعني في مشهدية من هذا النوع. يعني شفنا الرئيس الفرنسي ماكرون بغض النظر مين ضده ومين مع نزل إلى بيروت بيروتيا مش لبنانيا تحديدا، هيدي المدينة اللي عندها زعامات التقليدية والتاريخية واللي لعبوا دور جدا إيجابي بكثير من المحلات وعندهم سلبياتهم بمحلات تانية، وإن هن اليوم من انفجار المرفأ. هلا شوف لك بصراحة، يعني نحن جمعية التراث بيروت جمعية لا ما بدي أحرجك لا حجابك على السريع، أنه نحن لا سياسية لا دينية، يعني نحن الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية في يعني بوتقة في من كل شو بيخطر ببالك موجود تمام. يعني تمام. عم تحكي أنت 100%، هو هذا طبعا من الموروث السياسي اللي عنا، هي البيوت السياسية صحيح. يعني كل ياتنا منعرف بيت، عم نحكي بيروتيا تمام. يعني بيت السلام، بيت اليافي اتسترا، واللي فضل على المدينة وعلى البلد يعني بطبيعة الأحوال 100% بهالظروف هيدي صار في فراغ طبعا، بس مش الحق لا على البيوت السياسية ولا على حتى على البيروت اللي عمال بروح بينتخب وبقولوا له بكره بدك ترجع تنتخب نفس الاشخاص. وهذا في ظروف اقليميه معينه فرضت واقع مختلف مش معودين عليه لا البيرتي ولا غيرهم، وما عم يقدروا مش حنقدر نخلص من هالوضع هذا ليصير في حل جذري. بعتقد انا ترجع البيوت السياسيه وبهرهروا المدعين البيوت السياسية مع الوقت وبيرجع كل يعني نحن يعني من محبتنا لبيروت هيدي المدينة اللي يعني ما فيها تكون إلا مدينة عظيمة، ما فيها تكون إلا مدينة للحب وللحياة وللفرح، يعني هيك تعودنا على بيروت وإن شاء الله هيك تستمر. مشكورين بكل أحوال على كل الجهود اللي بتقوموا فيها. صفحتكم على الفيسبوك صفحة جدا غنية، لابد أنه كل الناس يتابعوها ليعرفوا أكثر عن التاريخ الحقيقي لهيدي المدينة، مش بس بفترة رمضان، بكل فترات السنة عندكم جديد بتقدموه على الصفحة. أهلا وسهلا فيك معنا بأحلى صباح. شكرا لك دكتور سهيل منيمني رئيس جمعية تراث بيروت، بتشرف دايما. أهلا وسهلا فيك. تسلم يا حبيبي. مشاهدينا إلى فاصل قصير ومنتابع، خليكن معنا. عودة لكم مشاهدينا، وطبعا متابعين صفحيتنا معكم بآخر فقرة وآخر حوار يلي رح ينضم لنا إليتو متأهلة الألعاب الأولمبية الشتوية بالصين لعام 2022 يلي برصيده فيه العديد من الجوائز بما يخص التزلج، وهيدي الرياضة فعلا يلي كل اللبنانيين بحبوها، ويلي طبعا لبنان ومناخه وأيضا التضاريس وقرب الجبل من الساحل بتساعدنا دايما انه نمارس هيدا التزلج، ولكن دايما يعني اوقات هيك اهل بشري واهل الارز دايما بيتميزوا فيها، يمكن لانه بيتدربوا عليها من الصغر. صباح الخير الي. بونجور. ان شاء الله تكون منيح يا رب. ماشي الحال ان شاء الله. خبرونا انك طالع هلا من فرايا، ليه مش من الارز؟ طالع من فرايا لانه في شركه تصوير حكيت من امبارح بحب تصور معي ومزرعتنا شوي بالوقت، بس وصلت على الأرض. اوكي إلي، اليوم يعني هيك بعد ما تعرفنا عليك أكثر، عادت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بعد مشاركتها مؤخرا ببطولة العالم للتزلج العمق ويلي أقيمت بألمانيا ويلي حضرتك تأهلت فيها بالمركز 54، وهذا المركز يمكن خولك أنك تشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية اللي رح تكون بالصين لعام 2022.
أول شيء خبرنا أنت لأي نادي بتنتمي؟ أنا بنادي ماونت سيدرز كلوب اللي بيترأسه ريمون سكر. أوكي، وسبق أن حققت عدد من البطولات خاصة من بطولة الناشئين مرتين وبطولة لبنان للرجال، وكمان مثلت لبنان سابقا بدورة الألعاب الأولمبية للناشئين يلي صارت بلوزان بسويسرا العام الماضي، وتأهلت كأول متزلج لبناني للأولمبياد للناشئين. اليوم أنت عمرك 18 سنة وعم بتحقق نتائج كتير حلوة، خاصة بنعرف انه هيدي الرياضة يمكن البعض بيعتبرها سهلة، ولكن هي على قد ما هي سهلة على قد ما هي دقيقة. خبرنا كيف بلشت هواية التزلج عندك، عن اي عمر بلشت تمارس هيدي الرياضة؟ انا بلشت كروس كاونتري سكي عن عمر 16 سنة، وقت فت على الكلاب وبلشت اتحسن بشكل كتير منيح. قدرت بأول سنة جبت بطولة لبنان للجونيور، والسنة الجاية والسنة الماضية جبت كمان بطولة لبنان للمان. أكيد الشخص وقتها يشوف إنه التعب اللي عم يتعبه عم بيجيب نتيجة يتحمس أكثر للتمرين. وأنا هلا صراحة بتمرن كل يوم، وأقل نهار ما بتمرن فيه بحس شيء ناقص، فكتير صارت كأنه جزء مني بس كونتريستي، ما بقدر بقول نهار الا ما اتمرن والعب سكيه. صحيح، اليوم كمان عرفنا انه المشرف او الاشراف هو مدربه ارجنتينيه كمان كانت عم تشرف على هالتدريبات. اليوم ايضا بالالعاب الاولمبيه الشتويه ايضا رح يكون المشرف على تدريبات مدرب اجنبي؟ ايه اكيد، اسمع لولا لوفيزولا هي رح تتابعني هالفتره من هلا للاولمبيك جيم، فهي حتكون اللي رح تشرف على تمريني. اوكي، اليوم اكيد يعني بظل جائحه كورونا بنعرف يعني تقريبا من هيديك السنه تسكرت البيستات، وحتى ايضا هيدي السنه، هل عم بتواجه صعوبه ب او تحديات معينه بممارسه هيدي الرياضه والتدريبات؟ صراحة السنة بدنا نشكر وزيرة الشباب والرياضة اللي عم تعطينا أزمة نتمرن بجائحة كورونا وبهالوضع الصحي الصعب اللي عم يقطع فيه البلد. أكيد واجهنا شوية صعوبات بالوضع الاقتصادي، لأنه الإكويبمنت اللي نجيبها من برا تنتمرن كلها على الدولار، فهيدي هن كان المشاكل اللي عم نواجههم السنة. صحيح، اليوم يعني أكيد أنت شاب لبناني عم تحقق العديد من الإنجازات، ولكن يكون عندك تطلعات لبعدين، يمكن بتسأل حالك العديد من الأسئلة حول المستقبل يلي ناطرك. طبعا شو رسالتك اليوم لوزيرة الشباب والرياضة فارتيني أوهانيان، وأيضا للشباب اللبناني يلي ببعض من الأحيان عم يفقدوا الأمل بوطنهم؟ أول شيء معالي وزيرة الشباب والرياضة بدنا نشكرها السنة إنه قدرت عطيتنا إذن تنتمرن وما وقفنا تمرين، بس كمان في مطالب لوزارة الشباب والرياضة إنه شخص مثلي مصنف على الأولمبيك جيم هاي السنة بدي تمرين، بدي لازم أتمرن فيه، لازم لي دعم مادي، وكمان الاتحاد اللبناني له فتره كبيره منه اخذ مصاري من وزاره الشباب والرياضه. صحيح، فمطلب من الوزيره انه تدعم الاتحاد، لانه نحن كلاعبين عم ندعم من اتحاداتنا، والاتحاد الوحيد اللي عم يبعث لاعبين على الاولمبيك جيم هو اتحاد التزلج بلا مقابل، يعني عم هو الاتحاد اللي عم بيكون على طول على الارض وما عنده مقابل. صحيح، نعم اكيد بنرفع صوتك وبنرفع يمكن صرختك لمعالي الوزيره، اكيد لكل شخص حابب يمكن يقوم بمبادره شخصيه لا دعم الاتحاد، لانه فعلا لبنان يعني معروف بطبيعته وايضا المرتفعات يلي بتخلي كل الشباب واللي عندهم هوايه على التزلج يقدروا يمارسوها، حتى كمان كرمال يعني الاستمراريه بهيدا العمل.
العمل. تقريبا إلي أنت يوميا كم مرة بتتدرب أو قديش بالجمعة بتتدرب؟ هل بتحط وقت معين أو أنه كل يوم؟ أكيد عندي بروجرام بحطوا لي المدربين هم متابعيني. بتمرن أنا 6 أيام بالجمعة، عندي نهار راست داي وتقريبا بالنهار تمرينتين. صحيح، قبل الظهر وبعد الظهر. نعم إلي، اليوم هل في نوع من الحمية الغذائية يمكن لازم تتبعها حتى اللي يمكن ما تتعب أو في وقت معين؟ يعني اليوم بنعرف أنه يمكن كهواية ممكن الواحد يكون عم بيمارسها من وقت للتاني، ولكن اليوم حضرتك كمحترف وكمشارك بجوائز عديدة، هل في نوع حمية غذائية معينة بتتبعها أو بتنتبه على لايف ستايل معين؟ اكيد باكل اشياء صحيه، بس انه ماني ماشي على برنامج غذائي معين، بس بعرف لازم اكلي، يعني باكل شيء بفيدني، من المدربين بينصحوني ايش لازم اكل كل يوم وقبل السبقات. صحيح، بس انه ما في مشرف غذائي علي ابدا. صحيح، وخاصه يمكن شيء بيعطيك انرجي لانه يمكن تتدرب لوقت طويل او المسابقه يمكن بتكون لوقت طويل. طيب إلي، اليوم اذا حدا بار اكزامبل انت خلصت مشاركتك بالمسابقه واليوم حدا حابب يتدرب، هل انت بتقدم تدريبات لاشخاص عبالهم يتعلموا التزلج؟ سوري بس ما سمعت اخر سؤال سالتني. نعم، عم بسالك انه اليوم اذا حضرتك خلصت يعني بعام 2022 وحسيت انه وقتك يمكن ما بقى انه معبى مثل قبل، اذا حدا حابب يتعلم التزلج هل انت ممكن تقدم التمرينات؟ اكيد انا السنه كثير ساعدت عالم، قادر مارن كبيجنر، اكيد ماني قادر مارن حدا بروفيشنال، لأنه وقت يصير شخص تمارن بروفيشنال بده كوتش دارس وعامل دورات تمرين، بس السنة كثير مرنت أشخاص بيجنرز هم يبلشوا سكي، أكيد قادر مارن، والسنة مرنت كذا شخص. صحيح، لكن أنا هلأ رح أقعد حالي منك إنه إن الله راد بس تخلص رح تعلمني لأنه أنا ما بعرف هيدي الرياضة. ويعطيك ألف عافية وألف مبروك على كل الإنجازات اللي عم بتقوم فيها. هيدا إنجاز يمكن مش بس لمنطقة معينة، هيدا إنجاز لكل لبنان وكل الشباب بتفتخر فيه طبعا. وعم نشوف سوا على الهوا هلأ كمان فيديو عم يقطع لإلك، أكيد عم نشوفه مع المشاهدين. بتحب تعلي، بتحب تقول شيء، تقول لهم قديش يمكن هذا الموضوع على قد ما هو يمكن العالم بتشوفه سهل على قد ما هو دقيق؟ اكيد الواحد يوصل لهالمرحله بده شغل كثير وبده مسابره كثير، فما في شيء يوصل بالهاي. انا لي سنتين عم بتمرن وقدرت وصلت لهون، كثير تعبت وكثير تمرنت وباخذ كل شيء، يعني فالواحد يوصل مطرح اكيد بده يسافر ويشتغل، مش كل شيء بالهاي بيجي من عند الشخص. صحيح، يعطيك ألف عافية ونتمنى لك أكيد كل الخير والنجاح، وإن شاء الله يا رب من جايزة للتاني ومن الأعلى للأعلى، بترفع لنا راسنا فعلا إلي، وإن شاء الله دايما هيك بنقدر نكون صوتك وبنرجع منوجه الصرخة يمكن والصوت لمعالي وزيرة الشباب والرياضة فارتيني أوهانيان، ومن إلا طبعا أنه يمكن تسمع هالصوت وتكون يمكن باب أمل لكثير من الشباب البقوي بلبنان. ثانك يو لك إلي، ومنشوفك ان الله راد قريبا. ميرسي، شكرا لك. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام هيدي الحلقه، اكيد بنطلع عليكم بكره بنفس الاوقات من 9 ل 11، ما تنسوا تتابعونا.